وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله واصحابه اجمعين. الاخوه الكرام الاخوات الكريمات الساده المدرسين والمدرسات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنا قد وقفنا بالامس عند صفة من الصفات التي لا ضد لها وهي صفة اللين طبعا صفة اللين يعني هي صفة يعني نأتي بها جميعا دون أن نشعر لأن اللين هو في الأصل خروج الحرف بيسر من مخرجه لعدم كمال غلقه وإنما المجرى بيكون إيه مفتوح لما بنقول مثلا بيت بيت فالياء تجدها ايه يعني المخرج مفتوح خوف ها فالمخرج جاري لذلك نرى على اللوحه اللين هو صفه اطلقت على الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما الساكنتين المفتوح ما قبلهما بسبب سهوله جريهما في المخرج هذا السبب سهوله جريهما في المخرج طبعا الله يسلمكم نحن نعلم بأن حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء السواكن الايه المجانس لها ما قبلها من عيد حروف المد هي الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها بينما حرفا اللين هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما صار الياء مثلا لو خلينا نبدا بالواو الواو ان كان ما قبلها ضمه فهي حرف مد وان كان قبلها فتحه فهي حرف لين وان كان قبلها كسره ارفع صوتك لا تاتي هي تاتي لكن لا تنطق تاتي لكن لا تنطق تقلبها العرب ياء تقلبها العرب ياء إذا كان عندك واو ساكن أو قبل مكسور تقلبها العرب ياء مثلا ميزان ميزان أصلها ميوزان لأنها مشتقة من وزانة فإذا هي ميوزان فلما سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبتها العرب ايه ياء ولا في عربي بيقول موزان وانما هذا بس لبيان ايه اصل الكلمه ميعاد شو اصلها ميعاد لانها مشتقه من وعاد انتبهنا ميقات شو وزنها شو شو اصلها ميقات لانها مشتقه من وقات وضح وكذلك الأمر بالنسبة إلى الياء فإن كانت الياء ساكنة وقبل مكسور هذا حرف إيه حرف مد طيب ياء ساكنة وقبل مفتوح حرف لين ياء ساكنة وقبل مضموم لا تنطق تقلب واو مين بجيب مثال بوعة بوعة بيع وبوعة يعني انت قصدك انه بيع مو هيك قصدك بيع فقالوا بوع ممكن لانه باع يبيع هي الالف منقلبة عن ياء باع يبيع فاصلها بيع فاذا قلنا بالمبني المجهول بويعة هي أصلا بوزن فعيلة فإذا سكننا الياء بتصير بويعة فتقلب إيش واو بتصير بوعة ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعة فاشتريت مثلا منقول رجل موسر رجل إذا كان ربي ميسر له أموره وغني يعني شو مقول عنه رجل موسر شو أصلها ميسر لأنها مشتقة من اليسر الواو هنا منقلب عن مين عن يعني هذه معلومات فضلة اللي عم نقولها الآن عرفتوا شو فضلة يعني زائد عن بحثنا لكن حتى نعرف أنه العرب تنطق الواو الساكن المضموم ما قبلها أو المفتوح ما قبلها بس وتنطق الياء المكسور ما قبلها والمفتوح ما قبلها واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما الصفة التي نتكلم عنها الآن من الصفات التي لا ضد لها صفة الانحراف كما نرى على اللوحة الانحراف هو ميل صوت الحرف ل لعدم كمال جريانه ليش ما كمل جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه منعيد هو ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه لما بتقول أنت أش... الصوت خارج الهواء داخل خارج من القصبة الهوائية ش... في شيء أثناء الطريق يحول بينه وبين الخروج أص أف أح كل الطريق بتلاقي إيه لكن لما بتقول مثلا كما ذكرنا أول أمس ال ال فتجد بأن طرف اللسان شو عامل؟ مسدود الطرف الأمامي مسدود والصوت لما عم يطلع عم يصطدم وينحرف بعضه يمنة وبعضه يسرى كذلك الأمر بالنسبة إلى الراء لكن انحرافها إلى الداخل كما سيأتي معنا الآن انتبهوا لهذا الموضوع من عيد هو ميل صوت الحرف الصوت هو اللي بميل مو المخرج بميل انتبهنا بسبب اعتراض اللسان طريقه وحرفاه اللام والراء انظر يا أخي هذا مين هذا انحراف اللام لما بنقول ال مثل ما كل البشر بتنطق يعني ما عندنا اسرار في التجويد. مثل ما كل البشر كل الناس بيقولوا ال قول ال يا فرنساوي يقول ال لك ال آه... يا انجليزي بيقولك ال قد يفخم يرقق هذا موضوع ثاني لكن المخرج هو هو العربي بيقول ال فما نراه امامنا منظر امامي للفم كيف ان إيه؟ طرف اللسان مرفوع ويقرع ما يحاذيه من غار الحنك والصوت شايفين الصوت بعضه إيش ينحرف عن ذات اليمين وبعضه عن ذات الشمال كذلك الأمر هنا هذا منظر علوي من فوق كأنك عم تنظر للفم من فين من فوق فالصوت هكذا خارج ولما وصل إلى هنا وجد المنطقة الصفراء هذه إيش قد التصقت بما يحذيها من غير الحنك فانحرف بعض الصوت عن يمين اللسان وبعضه عن وين عن يسار كذلك الأمر هذا منظر جانبي الصوت خارج من هنا ال فالوترين الصوتيين هنا الصوت طالع هكذا لما وصل إلى هنا وجد الطريق أمامه إيه مسدود فانحرف بعضه عن يمين اليسار بعضه عن يسار يعني هذه ثلاث صور من ثلاث جهات أمامية وعلوية وجانبية أوضح من هيك شو بدنا نعمل ما عاد في مجال لمزيد من الشرح هذه صفة الانحراف مرة بزمانه من شي عشرين سنة قرأ معي أخ يقول يعني كل ما يتجي لام يعمل بخده هيك قلت له شو عم تعمل؟ ليش هيك عم تعمل؟ قال مشان الانحراف قلت له انحراف شو؟ قال انحراف اللام لك ابني هذا الانحراف انحراف الصوت مو انحراف اللسان بعمرك شفت حدا جيب مراية وشوف حالك شو عم تعمل أنت عم تاخذ خدك كلياته و... ربنا قال قرآنا عربيا غير ذي عوج هذا اللي عم تعمله عوج هذا ما حدا عمله غيرك هذه مصيبة من يأخذ العلم من فين؟ من الكتب انتبهنا كيف؟ بياخذ العلم من الكتب حكى لي واحد ثاني واحد عم يعلم تجويد يعمل اف كل ما بده ينطق اف يطلع اسنانه لوين؟ لهون اف قال له, له ليش عم تعمل؟ قال له ابن الجزري قال ومن بطن الشفا وين بطنك انت؟ اشر اشر على بطنه قال له وين بطنك انت؟ فهذا بطن الشفا ابن الجزري شو قصده يقول؟ باطن الشفة لكن باطن بوزن فاعل ما بتجي على مستفعل بحر الرجز شو وزنه؟ مستفعل ست مرات انتبهنا كيف؟ فما بتجي مستفعل ما بتجي باطن فاعل ما بتزبط فشو قال؟ بطن الشفة لكن شو مراده؟ باطن الشفة فقال له هذا بطن الشفة وين بطنك انت؟ واشار له على بطنه فهذا مصيبة اللي بيهو. وهذا بتلاقوه بكل العلوم كل من يأتي ليأخذ العلم من الكتب تجد عنده من المضحكات هذه هي مضحكات مبكيات أما انحراف الراء أيها الإخوة الكرام فهو إلى الداخل كما ترون لأننا ذكرنا لما تكلمنا عن مخرج الراء أن اللسان يتقعر هكذا عند نطق الراء ويرتفع ويقرع ما يحاذيه من غار الحنك ويبقى في الوسط ايه فجوه بسيطه يمر منها صوت ضئيل هو صوت الراء أر... ار الصوت عم يمر بمجرى ضيق اللي هو هذه لولا هذه الفجوه لادى هذا الى ايش الى ارتعاد اللسان أر... هذا التكرار او التكرير المنهي عنه فالله يسلمكم الصوت طالع من هنا لما وصل الى هنا كان اللسان هاتان المنطقتان الصفراوان ايش ملتصقه ما بقي الا مين الفجوه فينحرف الصوت لوين الى الداخل بينما اللام لوين ينحرف من هنا قال بعض ائمتنا اللام فيها انحراف كثير والراء فيها انحراف قليل وضح هذه صورة فيها مقارنة، دائما نحن بنحب نعمل مقارنة لانها تميز انحراف اللام شايفين إلى الخارج، انحراف الراء لوين؟ إلى الداخل التكرير التكرير نرى أمامنا على اللوحة تعريفه هو ارتعاد طرف اللسان بالراء ارتعادا خفيا نتيجة هالارتعاد شو سببه نتيجة ضيق مخرجها وليحذر القارئ من المبالغة في التكرير المؤدي إلى ظهور أكثر من راء وليحذر القارئ من المبالغة في التكرير المؤدي إلى ظهور أكثر من راء لما بنقول أر... بتلاقي بتلاقي اللسان شو عم يعمل؟ في في ارتعاد ضعيف هذا ذكره سيبويه وغير سيبويه ذكروا ان الراء فيها ايه؟ تكرير فيعني كان سيدنا الجزري يعني كان دائما ينبه على ايه؟ عدم التكرير في الراء، ما قصده بالتكرير؟ التكرير المؤدي إلى ظهور أكثر من راء، وإلا فالتكرير صفة ثابتة للراء، انتبهنا كيف؟ لأنه هو هي يعني الراء إذا ضاق مخرجها إجباري شو لازم يصير اللسان؟ يرتجف فيها. يعني. الرّحمن الرّحيم. انتبهنا؟ قل ورائي الرّحمن الرّحيم. هون ممكن الانسان يا اخواني يغلط احد غلطين الغلط الاول انه يبعد لسانه زياده عن اللزوم وبالتالي الفجوه اللي تكلمنا عنها تكون واسعه جدا تبعنا الرحمن الرحيم تلاقي لسانه بعيد كثير فبيطلع الصوت صوت فموي عائم هكذا الغلط الثاني بالعكس ان يحكم الالصاق أن يحكم الإلصاق ويغلق المخرج تماما وبالتالي الراء بتصير كأنها كأنها شديدة ها؟ لأن مخرجها صار مقفول تماما لا هذا ولا ذاك التفشي التفشي كما نرى هو انتشار صوت الح... صوت الشيني من مخرجه من مخرجه لأنه الشين تنشأ هنا الشين ما تنشأ في الوترين الصوتيين لأنه حرف إيه مهموس من الذي ينشأ عند الوترين الحروف المجهورة انتبهنا هلا أقول وين نشأ حرف الفاء عند الشفتين عند بطن الشفة باطن الشفة مشان أخونا هداك باطن الشفة هنا نشأ مين حرف الفاء ما نشا في الح... بينما اقول ال تجد الصوت وين نشا بالوترين وضح اخواني فالحروف المهموسه تنشا عند المخارج فلما نقول ش من اين بدات الشي بدات هنا هواءها حيستمر بهذا الاتجاه باتجاه خارج الفم لما يصل الى هذه المنطقه ينقسم الصوت إلى أو الهواء إلى ثلاثة أقسام القسم العلوي منه يصطدم بالصفحة الداخلية لمين؟ للأسنان العليا والقسم الأوسط منه يخرج إلى الخارج والقسم السفلي منه يصطدم بالصفحة الداخلية للثنايا السفلى القسم العلوي والسفلي يرتدان ويعودان لوين؟ إلى داخل الفم بحكم الاصطدام فلما بيرجعوا شو بيصير بالفم يعني يمتلئ بصدى هذا الحر أو بصوته ش جرب الشيط أش شايف فجزء فلذلك يعني هو الأصل في التفشي هو قالوا الانتشار ما الذي أدى إلى هذا الانتشار أدى أن الصوت جزء منه اصطدم وارتد ورجع لورا إلى الفم هو انتشاره صوت الشين من مخرجه حتى يصطدم بالصفحه الداخليه للاسنان العليا والسفلى انتبهنا اش ما في حرف يعني يحدث في هذا بهذا الوضوح ممكن احد يقول اص فيها لكن مو بهذا الوضوح لذلك في بعض المصنفين القدامى ذكروا من جمله حروف تفشي قالوا الصاد انتبهنا كيف وضح, وضح هذا الامر قولوا بعد اذنكم اش اش, أش, أش شا شاكرا شا شا شو, شو شكورا, شكورا شي, شي شو في كلمة قرآنية فيها شي مكسورة شرع ثم جعلناكم على شو الآية الكريمة لكل جعلنا منكم نعم. شرعة ومنهاجا تشكرون تشكرون من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم وضح الاستطالة تكلمت عنها لما تكلمنا على مخرج الضاد وبينا بأن استي في اللغة العربية لإيه؟ للطلب لما نقول استطالة يعني طلب الطول وبينا بأن حافة حافة اللسان كلها من كل الجهات بما فيها الطرف كلها تنغلق على المخرج لما نقول أض لكن الضغط والاتكاء فين على الحافتين اليمنى واليسرى أما الطرف الأمامي ففيه مشاركة لكن ما عليه ضغط واتكاء إن ضغط المتكلم على الطرف سيؤدي إلى نطق إيه دال مفخمة إلى نطق دال مفخمة واضح إخواني وبيّن بأنه لما ينغلق المخ... هذا المكان كله مغلوق بس بعد التصادم بعد التصادم هذا الانغلاق هنا في الخلف صار الهواء محبوس وهو يضغط الهواء يضغط فتحت تأثير الهواء الضاغط يندفع اللسان إلى الأمام مليمترات بسيطة إلى أن يصل رأسه كما نرى على الصورة إلى منبت الأسنان العليا منطقة آخر اللثة آخر لحم اللثة من الداخل التقاء اللحم مع الأسنان يصل رأس اللسان وبس لو تابع طريقه إلى أطراف الثنايا سيؤدي إلى تحول الضاد لمين إلى ظاء إنتبهنا تنتهي الضاد هنا فضل الله مثل. فضل إن في خلق السماوات والأرض أرض الارض راء لوحدها وضاد لوحدها والارض فبعد ان ينغلق المخرج تحت تاثير الهواء الضاغط يندفع اللسان قليلا الى الامام المنطقه الخلفيه هذه اللي هنا اللي فيها الهواء المحصور الصوت المحصور وراءها لما اندفع اللسان شو صار فيها كبرت ونمت وربت يعني استطالت لذلك قلت لكم سماها سيبوي قال في الضاد شبه النفخ شبه النفخ كما ان لو ان احدا عم ينفخ ببالون بيلاقي البالون شو عمل؟ كبر كذلك الفراغ المحصور هنا خلف اللسان شو عم يعمل؟ عم يكبر طبعا نحن بالعاميات نستصعب هذا الحرف فكل شعب يعني يقرب الضاد الى حرف مالوف لديه فمن الناس من يقرب الضاد الى الظاء يجد هذا اسهل عليه ومنهم من يقربها الى الدال المفخمه ومنهم من يقربها الى الدال غير المفخمه و ذكر السخاوي تلميذ الشاطبي رحمه الله ان بعض الناس يقربها الى اللام الى اللام وكنت استغرب انا هذا الكلام جدا قال السخاوي رحمه الله والضاد عال شو يعني عال ايوه مستعلي والضاد عال مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان حاشا لسان بالفصاحه قيم ذرب ذرب يعني ايش بتدرب كثير لاحكام الحروف معاني من المعاناه كم رامه قوم فما ابدوا سوى لام مفخمه بلا عرفان كم رامه قوم فما ابدوا سوى لام مفخمه بلا عرفان انا قلت له قل لنفسي هذا الكلام قديم جدا اللهم صل على محمد يعني فيك تقول 1975 يعني كم صار له؟ امم امم قول لحالي كيف لا من مفخمتين فمرة مرة كنت بالحرم النبوي وكنت لساني صغير هيك فكل ما اشوف واحد هيك مثلا من بلد من بلاد الاسلام بيجي يسلم عليه السلام عليكم يا اخي كيف من اين يعني بحب اتعرف على المسلمين فمرة شفت واحد اظنه نيجيري سلمت عليه كيف حالك يا اخي من اين قال من نيجيريا المهم بعد كلمتين قلت له هل ممكن تقرا لي الفاتحه فقرا الفاتحه باخرها قال غير المنقلوب عليهم ولا الضالين شو قال ولا الضالين ولا الضالين انتبهتوا انا خل... قلت له عيد عيد طبعا ما لي فرحان بالخطا بس فرحان اني لقيت واحد بينطبق عليه كلام السخاوي كم رامه قوم فما ابدوا سوى لا من مفخمة غير المنقلوب هي المنقلوب لا تسالوني عنها ما بعرف غير المنقلوب عليهم ولا الضالين فسبحان الله العظيم سبحان الله العظيم الشاهد من الكلام آه يعني آه هذا الحرف يعني آه بعض الناس يقلبونه زاي ها آه رمضان مثلا بالتركي وبال بيقولوا رمضان ضياء الدين بدل ضياء الدين شو بيقولوا ضياء يعني شبه الضاء العاميه تبعنا هي الصاد المشمى زايا يعني ضياء الدين او بيجيب لك اياها زاي بيقول لك نماذ نماز اللي هي الصلاه يعني او مثلا بيقول لك رمضان شهر رمضان فنعم ما ما بعرف المهم يعني اذا كل شعب يعني يقلبها الى حرف يستسهل، لكن الضاد الفصيحه هي ما ذكر ما ذكرته لكم وما تلقي عن الاشياخ جزاهم الله عنا خيرا، ما اعلم بينهم خلافا، لكن حتى اكون صادق معكم وامين، لا يغركم في بعض اخواننا مروا على شيخنا، طبعا انا قرات على الشيخ ابراهيم علي شحاته السمنودي سنه 1400 هجري، يعني 1900 وكم؟ وثمانين قبل وفاته بشي سنتين ثلاثة الله يرحمه مر لعنده بعض الإخوة اللي يميلون إلى الضاد الضائية وظلوا يقولوا له فلان قالوا فلان قالوا فلان حتى غيروا له رأيه وسجلوا له تسجيل يقول أما بعد فإن الضاد الصحيحة هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصار يذكر بعض الأمثلة هذا الكلام يعني اقتناع منه رحمه الله وليس ما رواه عن الشيوخ وليس ما قرأت به عليه أنا ما قرأت صفحة ولا صفحتين أه؟ قرأت القرآن كله وبالقراءات العشر كلها الكبرى فالضاد حتى لو لو حدا مثلا قال الشيخ السمنودي لا مو صحيح الشيخ السمنودي قالها اقتناعا لا رواية أنا عرفنا كيف؟ وهذه مشكلة بل مصيبة يعني لما الإنسان يعني يغير رأيه إلى بسبب شباب متحمسين أو يكلمونه بطريقة حماسية أو بطريقة والشيخ الله يرحمه كان يعني لين وكان حيي وكان جالس بعيد عن الناس في بلدته سمنود فيعني لا تغتروا إذا حدا رأى منكم قولا منسوبا لشيخنا الشيخ السمنودي أنا قرأت عليه أخواني غير المغضوب عليهم ولا الضالين على الشيخ على الشيخ عامر السيد عثمان رحمه الله وعلى الشيخ الزيات وعلى الشيخ السمنودي هكذا ض ض ضي ولا ض ضريبة ضيزة وهكذا أما أن يقول ض ض ضي صوت في هكذا شيء من الض هذا ما نعرفه الاستطالة كما نرى إخواني هي اندفاع اللساني عند نطق الضاد من مؤخره الفم الى مقدمته حتى يلامس راس اللسان اصول الثنيتين العليين طب هذا الاندفاع شو سببه وذلك تحت تاثير الهواء الضاغط خلف اللسان وذلك تحت تاثير الهواء الضاغط خلف اللسان نسمعها مره ثانيه بس ان شاء الله ما يصفر هذا اض أضن. سمعانين؟ استمرار الصوت وعدم انقطاعه هذا مو استطالة هذا رخاوة. أرجو أن نفرق بين الرخاوة وبين الاستطالة إخواني. الرخاوة جريان الصوت. قولنا اض اض. ممطوطة قليلاً هذه رخاوة مثل بس مثل رح مثل تف علون مثلاً تف هذا الامتداد للصوت بسبب إيه؟ الرخاوة. اما ما يجري من حركة اللسان هذه اللي قلتها لكم وانتفاخ الهواء المحجوز خلف اللسان هذه هي الاستطالة. مرة ثانية. أضم 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 هنا أنبه على شيئين. الشيء الأول لاحظتم بأن الصوت ينتهي كيف؟ أضم كيف ينتهي اسمع كيف ينتهي أيوة مثلا بدنا نوقف على إن في خلق السماوات والأرض أو وسع كرسيه السماوات والأرض 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 وبس ما في داعي نقول والأرض سمعانين هذه ض هذه إيش هذا صوت زائد صوت زائد لا معنى له والأرض بس الأمر الثاني لما بننطق الضاد لا نستعمل الخيشوم انتبهنا يعني بعض الأحباب لما بيجوا بيقرأوا لك والأرض أن تلاقي شو عم يعمل عم يضغط على أنفه وعم يطلع معه صوت إيه غنة الغنة في لغة العرب لا تكون إلا مع مين مع الميم والنون ولا ثالث وضح إخواني هذه صفه الغنه قلنا لما تكلمنا على المخارج قلنا بان النون آه النون والميم أن الغنه بالنسبه للنون والميم جزءهما يعني الغنه جزء النون الم نقل بان العلماء مثل بالكافيه الشافيه ابن الحاجب ذكر هذا الكلام كتاب الشافيه آه لابن الحاجب ذكر هذا الكلام ان النون قسمان او نصفان والميم نصفان نصف مكمل ونصف مكمل فالنصف المكمل هو النصف الفموي والنصف المكمل هو النصف الخيشومي بالنسبة للنون نصف المكمل هو اللساني الجزء اللساني وبالنسبة للنون للميم الجزء المكمل هو الشفوي وفي كلا الحرفين المكمل هو الغنة المكمل هو الغنة وقلنا بأن هذه الغنة صحيح انها جزء النون وجزء الميم لكن طولها وقصرها يتناسب مع وضع النون، هل هي مظهره، مدغمه، مخفاه؟ انتبهنا كيف؟ فنرى على اللوحه الغنه من حيث كونها صفه هي صفه للنون والميم، تحركتا او سكنتا، ظاهرتين او مدغمتين او مخفاتين. إلا أن طولها يختلف بحسب وضعهما، وضعهما يعني وضع مين؟ النون والميم، هل هو مظهرتان؟ هل هو مظهرتان؟ حتى طالما تكلمنا وتكلمنا أقولها لكم، الغنة إخواني الكرام أربع درجات، أربع أطوال، خلي، انظر إلى أصابع يدي بعد إذنك، كاملة وأكمل وناقصة وانقص وعيد كامله واكمل وناقصه وانقص تكون الغنه كامله في النون والميم المخفاتين وتكون الغنه اكمل يعني اطول بقليل مو مو هذاك الطول الشديد لكن في فارق في النون والميم المشددتين والمدغمتين في النون والميم الايه مشددتين مثل ايه حماله الحطب الجنه هذه نون ايه مشدده هذه اطول الغنن اقل بقليل غنه النون والميم الايه المخفاتين انفسكم هذه غنه مخفاه كامله لكن في اكمل منها اللي هي مين المدغم وال وتكون الغنة ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين الساكنتين المظهرتين لما قلنا الساكنتين خرج مين المتحركتين لما قلنا المظهرتين مين خرج المدغمة والمخفى والمقلوبة تمام مثل النون والميم في قوله تعالى في الفاتحة أنعمت صراط الذين انعمت، انظر ان انعمتك، اللي هي صفه البينيه يعني. اللي هي صفه البينيه اللي تحدثنا عنها. فهمتوا علي اخواني؟ يعني ان جئناها من باب البينيه ففيها مط قليل، وان جئناها من جهه الغنى فهي غنه ناقصه. صراط الذين انعمت عليهم تمام وتكون الغنه انقص ما تكون يعني اقصر ما تكون في النون والميم المتحركتين ن نو ني ما مو مي هذه شو اسمها؟ انقص ما تكون واضح؟ طيب مراتب الغنه ما هي؟ هذه شو اسمها؟ كامله وهذه وهذه ناقصه وهذه تكون الغنه اكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمضغمتين المضغمتين مثل مي ولي ولا هذا كله فين هنا تكون الغنه كامله في النون والميم المخفتين تكون الغنه ناقصه في الساكنه المظهره نون وميم تكون الغنه انقص يعني اقصر ما تكون في النون والميم الايه المتحركتين ونذكر وأ... وأ... بأن هذا الميزان لأزمنة الغنن مرن يعني يتناسب مع إيه؟ مع سرعة القراءة لما بتكون عم تقرأ التحقيق زمن الغنن حيكون آخ... آخذ طول معين لما بتقرأ بالتدوير بيقصر لما بتقرأ بالحذر بيقصر أكثر وأكثر وضح أخواني يعني ميزان مرن يكبر ويصغر بس... بحسب سرعة القراءة بالخمسين سنة الماضية تقريبا شاع بين المشتغلين بتعليم القرآن أن الغنة بمقدار حركتين والله لا أدري من أين أتوا بذلك والكتب المحدثة مليئة بهذا الكلام الغنة بمقدار حركتين لعل بعضهم قالها تسهيلا على الطلاب لكن قياس الغنى بالحركات أمر مو معروف شوفوا شروح الجزرية كلها شيخ الإسلام وغيره بيقول لك وهي في الساكن أكمل منها في المتحرك وفي المخفي أكمل منها في المظهر وفي المدغم أكمل منها في المخفي الميزان اللي حكينا عنه هلأ كاملة وأكمل وناقصة وأنقص ما أحد قال بأن الغنة إيه بمقدار حركة السكت بيقول لك السكت بمقدار حركتين هذا من العجائب كمان السكت ميزانه النفس شوف يا أخي النفس يطلق على الزفير ويطلق على ايه الشهيق ان ادخلت هواء هذا شو اسمه شهيق وان اخرجته شو اسمه زفير هذا هو النفس فزمن السكت دون زمن التنفس يعني لو حبينا نعمل واحد بده ياخذ نفس لجوا قديش هذا زمنه جرب هذا الزمن زمن السكت اقصر منه أه؟ هو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن دون زمن التنفس أو عبارة أخرى بزمن لا يتنفس فيه عادة إذا هو دون زمن التنفس هذا السكت أما أن يقال السكت بمقدار حركتين أيضا هذا من الموازين المحدثة ويا ليته مطابق للواقع مو مطابق إذا بدك تجيب السكت حركتين حيطلع طويل كتير حيطلع طويل كتير انتبهنا إخواني بكلامنا على الغنه ومراتبها وازمنتها نكون ولله الحمد قد تكلمنا على صفات الحروف كلها، من عرف ما قلناه من اول امس وامس واليوم عن مخارج الحروف وصفاتها فبيكون وصل اليه خير كبير وان شاء الله تعالى ربي يكرمنا واياكم وان نقرا القران قراءه ترضيه. بقي أن ننبه على أمر إخواني ليس كل واسمعني جيدا يا حبيبي ليس كل من أتقن نطق الحروف مفردة يجيد نطقها مركبة يعني أنا ممكن أقول لك خا ممكن أقول لك ضاء ممكن أقول لك لكن اقرأ قرآن اقرأ صفحة بتلاقي لما بقرأ يصعب علي تطبيق هذه الموازين التي فإذا نحن بحاجة إلى أن نتدرب اول امس كان سالني احد الاخوه سؤال عن يعني عن تجويد اظن او حكمه حكم التجويد وكذا فانا ساذكر لكم هذا الكلام لعلكم تستفيدوا منه في حكم التجويد حكم الالتزام بالتجويد طبعا اخواني سنفرق بين عده احوال سنفرق بين عدة احوال واحكام استوعبوا هذا الكلام الذي سياتينا بارك الله فيكم الناس في هذا الامر بين متشدد ومتساهل متشدد بيقول لك القارئ شو لازم يعمل يطبق كل الاحكام فان لم يفعل فهو آثم مستحق للعقوبه ولعل بعضكم قرا هذه العباره في كتب بعض الفضلاء انا ارويها بالحرف مو بالمعنى اثم مستحق للعقوبه كلام شديد ولا مو شديد وحتى يكون الكلام دقيقا فاننا نفرق فيه بين ما يلي اولا مخارج الحروف تعالوا نسال انفسنا يا اخواني في مجال نتساهل مع الناس بمخارج الحروف في مجال يعني في مجال نترك الأخ اللي ما عنده بلغته حرف الحاء أن يقول الرحمن الرحيم في مجال نفعل ذلك ولا يقول الرحمن الرحيم ها أه؟ هاميم بدل حاميم الحمد لله في مجال ما في مجال لان كما ذكرت في الجلسه الاولى الالفاظ قوالب المعاني اذا غيرنا اللفظ سيتغير مين؟ المعنى اذا نرى امامنا الالتزام بها واجب والاخلال بها حرام مطلقا، ما معنى مطلقا؟ يعني ايا كان نوع القارئ يا ترى القارئ على سبيل التلقي والمشافهه، يا ترى على سبيل أه تصحيح التلاوة يا ترى عم يقرأ إلى آخره مهما كان نوع القارئ يجب شو يعمل أن يلتزم بمخارج الحروف العربية المخارج الحروف طب ما واحد ما بيعرف بيتعلم العلم بإيه بالتعلم أما صفات الحروف أيها الإخوة التي درسناها بمعيتكم والتي بقي أشياء منها لم ندرسها لانها تتعلق بتركيب الحروف مثل الادغام والاخفاء الى اخره صفات الحروف يا اخواني صفات اذا بعضها اذا اخل به القارئ تغير المعنى مثل المخارج تماما واتيت لكم بامثله في اليوم الاول قلنا فعل عسى اذا فخمت سينه شو بصير عصا كلمة لينذر يوم التلاق إذا فخمنا التاء شو بتصير آه الطلاق انتبهنا آه 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 ربي, ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين آه بعض أخواننا العجم ما بيحسن يفخم الصاد شو بيقولوا بالصالحين في حدا حضر من, من القاعدين آه تعرف شو يعني الصالح ليك وهز براسه بيعرف معنى استحي من ذكره. انتبهنا كيف؟ فاللهم اجعلنا من الصالحين ولا تجعلنا من الاخرين. انتبهنا كيف؟ آه يعني في كلمات اذا غيرت الفاظها تتغير مين؟ معانيها. فهناك صفات يا اخواني اذا غيرت تغير الحرف اخرجت الاخلال بالصفه اخرج الحرف عن حيزه إلى حيز حرف آخر. فهذا النوع من الصفات أيضاً الالتزام به واجب مطلقاً. أعود فأذكر ما معنى مطلقاً؟ مهما كان حال القارئ على سبيل التلقي والمشافهة أو غيرها. ما بيعرف بيتعلم. طيب. أولاً صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه. الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا كتفخيم سين عسى وترقيق صاد عصا وترقيق طاء الطلاق وتفخيم تاء التلاق هذا لابد منه وفي عندنا الله يسلمكم صفات تزيينية تحسينية يعني إذا أخل بها القارئ ما بيتغير الحرف بس جمال الحرف بروح انتبهنا يعني لو واحد قال بسم الله الرحمن اي بحب الشيخ عدنان بسم الله الرحمن الرحيم ها رققها مره ما هيك يا شيخ عدنان بسم الله الرحمن الرحيم طيب تغير المعنى ما تغير لكن الحرف فقد جماله ولا ما فقد فهذا النوع من الصفات كترقيق الراء المفتوحه والمضمومه وعدم تبيين الهمس والتفشي وعدم تطويل زمن الحرف الرخو الساكن مقارنة بالشديد وكل ما اصطلح عليه العلماء باسم اللحن الخفي يفرق فيه بين مين شايفين كيف عم نفرق نحن وحارجع بعدين اعمل لكم اياهم على بشكل مشجر على سبيل التلقي والمشافهة هل ممكن نحن على سبيل التلقي والمشافهة يعني طالب جالس امام استاذه ليقول له الاستاذ في نهايه الختمه اجزتك ان تقرا وتقرأ بصير يخل بهذا النوع اللي هو صفات تزيينيه تحسينيه؟ ما بيصير. لانه هذا مقام ايش؟ مقام تلقي ومشافهه، فاذا قراناه فاتبع القران، الالتزام بها واجب والاخلال بها حرام، ليه؟ لانه كذب في الروايه. واحد ما عم يقلقل واستاذه بيقول له اجزتك لك كيف عم تجيزه ما عم يقلقل هذا الاخ انتبهنا اما ان كان على سبيل التلاوه المعتاده يعني الان المقام ما هو مقام تلقي ومشابه واحد هيك عم يقرا تلاوه هكذا لتحصيل الثواب ايضا يفرق في بين حالتين من شخص متقن عالم بالاحكام واحد شخص متقن وعالم بالاحكام ويجيد قراءتها وقاعد عم يقرا ولا عم قيل ولا عم يجيب الغنه المشدده في النون المشدده ولا عم طب ليش هيك عم تعمل؟ ليش عم تعمل هيك؟ انت متقن ها؟ هذا شو حكمه؟ معيب في حقه اما ان كان من عامه المسلمين امي وامك وخالتي وخالتك وستي وستك شو نعمل؟ ترك الاكمل ولا شيء عليه ترك الأكمل ولا شيء عليه لأنه ما أخرج الحرف عن حيزه هذا اللي قلنا حنرجع نجيبه على شكل جدول حكم الالتزام بالتجويد مخارج الحروف الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا صفات الحروف صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه أيضا الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا صفات تزيينية تحسينية يفرق فيها بين حالتين على سبيل التلقي والمشافهة أيضا الالتزام بها واجب لأنه تلقي مشافهة على سبيل التلاوة المعتادة من متقن عالم بالأحكام معيب في حقه ومن عامة المسلمين ترك الأكمل ولا شيء عليه هذا الجدول اللي معه جوال بيحب يصوره يصوره لعله يستفيد منه او يعطيه لمن يستفيد منه بهذا الكلام الذي ترونه امامكم يا اخواني نكون قد ضمننا امرين ضمننا اننا لم نتساهل تساهلا يؤدي الى هبوط هبوط الاتقان من جيل الى جيل عرفتوا بهذا بنكون ضمننا ان مقام التلقي والمشافهه بقي مصانا لكن في نفس الوقت الامه عوام الامه عامه الناس ما عسرنا عليهم الامر حتى نفرناهم من مين من تلاوه القران كما قال ذلك الشيخ رحمه الله اثم مستحق للعقوبه مصيبه اذا بدنا نجعل التجويد يعني بعبع بع يجعل الناس يخافون من تلاوه القران صدقوني مره من شي عشرين سنه تقريبا سالت اخ قلت له ما عم تقرا قران كذا قال لي لا 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 هذا معي صارت مو مع حدا قال لي لا 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 نحن تركنا لكم قراءه القران لكم قالوا لي اللي ما بيقرا بالتجويد هذا آثم وانا طلع لي من جيبته مسبحه قال لي انا بقعد بسبح ولا اله الا الله باخذ حسنات بصلي على النبي باخذ حسنات لكن قراءة القرآن تركناها لكم ألي هذا نحن نريد التجويد لننفر الأمة متى يعرفون الحلال من الحرام إذا ما قرأوا القرآن متى يعرفون هذا يجوز وهذا لا يجوز مشكل مشكل يا أخواني بارك الله فيكم هذا هو مبحث علم التجويد اللي حبينا يعني نتطرق له حتى نستفيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا